السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. المهم طلبتوا مني انني نقلد لكم شخصيه جداد، فنبداو باول شخصيه اللي هي هذه. يا قلتي غديري لي بروجي وغديري وغديري، ودار ليك يا عوجات المسنون، يا مدودات المصران والخيبه والملكه بالخيوبيه، يا اللي باركه علينا. اشريت فيلا، اشريت بارطما، ولا ديك المسطيه ديال امك اللي زايده لك فيه طويل، ولا ديك المسطيين ديال خوتك اللي باركين علينا، داروا لينا، دركوا لينا، فعلوا لينا، وانا وراك والزمن طويل. واللي بارك علينا راجلي رئيس دولة، رئيس دولة، ياك هو رئيس دولة عادي الخميسات شمبانزي. ندوزو للشخصية الثانية اللي هي هاد، هادي عندها واحد النبرة ديال الحزن. السلام عليكم اخوتي، الله يخليكم تابعوني، امكم ناعمة، واش عمرها جبدت العيب؟ حتى النهار الوطن هو مقابلني وكل ذهوبات. البنات البنات، واش انا اللي كذبت ولا هي اللي كذبات؟ الشخصيه الثالثه اللي هي هذه. البنات واش كتفهموا ولا ما كتفهموش؟ قال لي زعما طق طق وداك الشيء. ودابا ها واش كتفهموا؟ ودابا ولا ما كنحملش اللي قيصني، وتصور وتصور معايا ما تقيصنيش اخويا. باغا اختي غنعوض. ويك ويك اختي. دوز لواحد الشخصية اخرى، واحد الداعية اللي كبرنا معاه هو هذا، كتسمع. النهاردة يا اخوانا موضوع كبير لازم نركز فيه، رمضان رمضان شهر الغفران، عايزين نرفع كفنا للسما ونقول يا حنان يا منان يا رب يا رب استجب. طب امبارح وانا قاعد كده بفكر، كفايه ذنوب بقى يا اخوانا، كفايه ذنوب. ندوزو لهاد الشخصيه هادي الاخرى اللي هو هذا. اسمع هادي واش قالت لي، اللي ما هي تنقي بطاطا تحبس. اسمعوا هادي، لا حول ولا قوه الا بالله، سائله من الجزائر تقول كيف لي ان ادعو مع الشيطان بالهدايه، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بطلت خلاص، هاي يا ودي ادعي مع روحك، ادعي مع روحك. اسمع لاخو واش راه يقول لي، اسمع هذا سائل من الجزائر يقول لقد ذهبت الى الشبكه فوجدت زوجتي ترقص للعمال من النساء والرجال، وهل يجوز يا سيدي ان اطلقها؟ الى ما طلقتهاش غير روح اشطح معاها في الشبكه. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، هذا ان شاء الله عاوتاني مازال كاين شخصيات اخرين، وتهلاو ليا في راسكم.